أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع حياة كريمة نجح في تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية 17. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو، أوضحت وزارة التخطيط أن مخصصات المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة بلغت 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية ب 52 مركز في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين بلغ 18 مليون مواطن، وبلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%. وأوضحت وزارة التخطيط أن نصيب محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى وصل إلى 68%، يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.